بين التدوينات التي طلعت علينا صراحة اليوم، تدوينات خزعبلية، تدوينات لا صحة لها، تدوينات لا مقام لها في عالم الصحفيين. تدوينة جاءتنا اليوم من الجزائر، جاءتنا من حفيظ الدراجي، والكثير لا يعرف من هو حفيظ الدراجي. سنعرفكم بحفيظ الدراجي من هو. حفيظ الدراجي هو مذيع فقط، ليس بصحفي بما في الكلمة من معنى. لا عليه أن يعلق عن المباراة ويصفها، أما لينتقدها أو يحللها أو يدخل في التقنيات فلا دبلومات ولا تكوين له في ذلك. نراه اليوم يخرج إلى عالم سياسة وعالم بعيد عنه كل البعد. في تدوينته سأتلو عليكم ما جاء في تدوينته لنحلل معنى هذه التدوينة ونعرف مكانته وقيمته من خلال هذه التدوينة التي مستفيها المغرب ومستفيها مقدسة في المغرب. يقول: ليس أسوأ في الحياة من جار السوء، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يخونك ويغدر بك ويتلصص عليك ويؤذيك، يتآمر عليك وينافقك، يتحالف مع الشيطان ضدك، يغار منك ويحسدك، يدعو لك ويتمنى لك زوال النعمة. عن أي جار تتحدث سي الدراجي؟ تتحدث عن المغرب. المغرب بزاف عليك أولا، وما كنت لأتطرق لهذه التدوينة لولا أنها للآخرين، وما كان لك، لأن المغرب معروف بقيمته، وحضرت إلى المغرب وحضرت إلى الصحراء وزرت الصحراء وشاهدت ما فيها من إنجازات ومن تشيدات، أكرموك ومتعوك وفضلوك وأعطوك قيمة أكثر مما تستحق. أنا ما أترى في نفسي هو أن تدويناتك تخرج مباشرة بعد الخطاب الملكي، تخرج بعد الخطاب الملكي ويكتبون لك ما تقول. ما كتبته اليوم والله ما تقدر تكتبها السي الدراجي، لأنني أعرف مستواك في اللغة العربية، جمل لا تعرفها، ما كتبها لك إلا كاتب، وأنت لا تقوى على هذه الكلمات وهذه الجمل. أسأت كثيرا إلى المغرب وإلى المغاربة، نحن من جسنا في هذا النهج، نحن نحب الشعب الجزائري، نحترم الجزائر لأنهم إخوة لنا، تربطنا بهم أواصر الحضارة والتاريخ والدين والأخوة والدم وكل هذا الشيء، ما يخليناش حنا نسب أولادنا. نحن نعرف أكثر منك مبادئ الإسلام، نحن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الجار حتى كاد أن يورثه، وأنت تجي اليوم تقول لنا الجار. نحن لا نحسد أحدا، اسم ضيخ يبين لك هذا ويوضح لك كل هذا. ارجع إلى التاريخ وتعرف بماذا أفاد المغرب الجزائر والجزائر. نفتح أيدينا وأحضاننا إليهم، وأنت تأتي لتفسد العلاقة، تأتي لتعكر الأجواء بين الشعبين. نحن شعب واحد، أمة واحدة، فهمتي؟ والصحراء هي صحراؤنا، احنا في صحرائنا ونحن نموت على مقدساتنا. أن تخرج بعد كل خطاب ملكي هذا ليس من سيمة الصحافة ككل، أنت تسيء لقانون الصحافة. ماذا وراء هذه الخرجات؟ ماذا تربح من هذه الخرجات؟ نحن في صحرائنا نحترم مقدساتنا، بل نضحي ونموت من أجل مقدساتنا، وهذا لا تصاب به أنت ولا غيرك من حاقدين للمغرب وللمغاربة. ارجع عن غيك واعلم أنك حقير لا تساوي ولو جناح بعوضة في رأينا. ما كنت لأتطرق لهذا الموضوع لولا أنك خرجت مباشرة بعد الخطاب الملكي. وداعا لك، وتحية للجزائر وللجزائريين.